السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نرسم مبنى، وعايزين نعمل السقف بتاعه من خلال ان احنا نرسم ماس. وليكن مثلا بالشكل دوت، ده بيبدأ من ليفل 1 وبينتهي في ليفل 2. خلينا بقى نطلع في ليفل 2. طيب دي معمولة اندر لي، يعني لو انت مش عايز تشوف ليفل 1 هتقول له نون. خلينا نشوف في ليفل 1، وبعد كده هاجي هنا من ماسنج اند سايت اقول له امبليس ماس. اوكي، وهبدا هنا ارسم بعض الحاجات اللي ممكن تساعدني في الشغل بتاعي. ممكن ترسم مثلا زي نقط اهيت، وتعالى نشوفها في 3D. النقطة اهيت، الحوض كنت انا مغير الماتيريال بتاعتها لحاجة فرعونية كده. طيب دلوقتي هنيجي هنا في الموديل واقول له ان انا عايز اوصل ده بده بده، وده برضو كذلك. وممكن بقى نمسك اي نقطة من دول، هيبدأ يظهر لي الخطوط ديت فتقدر تعدل فيها بالشكل دوت. حسب ما انت عايز تنزل بقى شوية تطلع بقى شوية، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. طيب وبعد كده ممكن بقى تعمل سيلكت بين الثلاثة دول وتقول له كرييت فورم، فيبدأ يعني يشكل لك الفورمة بالشكل دوت. تمام. او ممكن نروح معلمين على الحوايط كلها بعد ما خلص الفينش ماس. طيب خلينا نعمل سيلكت على ديت، وهقول له ان انا عايز اعمل ديفاين سيرفيس، فيبدأ يقسم لي السيرفيس بالشكل دوت. وممكن تعمل سيلكت وتقول له انا عايز اغير الباترن بتاعتها بالشكل دوت، وتقدر تغير في المقاس زي ما انت عايز، فتقدر تعمل اي شكل من الاشكال اللي موجود هنا. طيب ممكن انا اقول له بقى فينيش ماس بالشكل دوت، وبعد كده هعمل سيلكت هنا، وهاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل روف باي فيس، واروح اعمل سيلكت على الشكل دوت واقول له كرييت روف. طيب دلوقتي بقى ممكن نعمل سيلكت على الروف نفسه، واجي هنا واقول له طب انا عايز اعمله على هيد جلازنج بالشكل دوت. طيب الجلازنج دوت ممكن تغير الخصائص بتاعته، فتدخل مثلا في الايديت. طيب هنا بيقول لي ان هو التقسيمات بتاعته، ممكن تقول له فيكس ديستانس، وممكن تقول له هنا فيكس ديستانس المسافه بتاعتهم قد ايه، بيظهروا معايا بالشكل دوت. خلينا نلغي الماس في في ماس، اهوت. خلينا نعمل له هايد دلوقتي، يطلع معايا السقف بالشكل دوت لو انت عايز تعمله بالشكل الزجاج دوت. تمام. وتقدر تعمل سيلكت وتعدل الخصائص بتاعته زي ما انت عايز. وممكن نعمل سيلكت لكل الوول اللي موجودة، ونقول له اتاش، فيبدأ ياخد نفس الشكل اللي موجود فيه السقف زي ما انت شايف.